نرتبهم كده حسب الأهمية. الأهمية إن المخرج مش راضي عن الأداء مثلا، لا يا ريت الإنفعالي كده أكتر، أو يا ريت لا ما تبدلش معلش بيها بشكل أكتر كده فبعيد، أو لا مش كافي عايز غل أكتر في كده. ده دي حاجات مشروعة يعني، حاجات المخرج بقى هو اللي يطلبها من الممثل. لكن في ساعات حاجات قدرية بقى، اتطفت لمبة وانا بصور في الشقة هنا فبتسيب لي عمل طق 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 حاجات كده. فالنهيد مثلا الكاميرا مان وهو بيعمل حصلت اهتزازة، دي اشياء تكنيكال ما نقدرش نفوتها فبنعيد. فالإعادات أسبابها كتيرة، أهمها إن المخرج يكون راضي عن الشوت. لا أنا أقصد يعني هي باظت عشان حاجة ونعيدها تاني، بنخلي الباظت دي يعني تبقى بنعمل فيها إيه؟ يعني مش خلاص بنتخلص منها ولا بنبقى نتخلص منها فين لو مرة هنبوسها ونحطها جنب الحيطه. هقول لحضرتك انت كده، هي سالت سؤال مهم. طب اوكي في حته كده وهو لسه في الثلث الاولاني من الشوط حصلت مشكله، طب انا هعمل ايه بالحته دي؟ مش هستفيد منها. زمان لما كنا بنصور على فيلم سينمائي شريط يعني مش ديجيتال مش ديسك، طبعا هو الكلاكيت الراجل اللي بيعمل مش بيعملها كده ومش بيقعد على القهوه، ده عنده دفتر كده اسمه لوجين بيكتب فيه كل مره مرغولة ده وسبب الاعاده، وبيكتب كان زمان يكتب يطبع او لا يطبع. يطبع يعني المخرج البرنت، يعني دي حتى لو مش هي احسن شوت بس انا شايف ان المره الخامسه الجزء الاول فيها من اداء الممثل ده كان حلو ممكن اخده فاطبعوها لي. يعني مش لازم هي تبقى مره واحده على بعضها، لا. لكن في حاجات لا تطبع فيكتب لا تطبع. ليه لا تطبع؟ لان هطبعها ليه؟ هتكلف فلوس ليه؟ فلما الماتيريال ده يروح لواحده اسمها مونتيرتي النيجاتيف بتلاقوها انتوا على التترات بتاع زمان دي، تنظف بقى المرات اللي هي بقى تمسك الرابورت والريبورت بتاع الكلاكيت ده وتشوف دي لا تطبع، تروح شايلها مفيش حاجه تترمي، تشيلها في علبه لوحدها كده مع اخوانها. والحاجات اللي هتطلب تلزقهم في بعض عشان تبعتهم للمعمل. كل ليه احنا بنقول لا تطبع وفي تكلفه، في تكلفه وفي معمل وفي كده؟ ده الكلام ده ايام ما كانت الافلام غاليه. انتوا عارفين ان البكره اللي هي تعادل مثلا ما يعادل 4 دقائق، كانت ايام زمان يعني ايام الرخص ب 3500 جنيه او كده. يعني المتر وهو ماشي كده اللي هو الثانيه دي 2 جنيه، كل متر ماشي بفلوس. كان المنتج يبقى واقف لو المخرج قال هنعيد الشوط يجي له هارت اتاك فلوس. فكانت يعني الحكايه كل حاجه بتتحسب بدقه. لكن دلوقتي خلاص ما بقاش بقى في عندنا البركه فين؟ الديسكات، والديسك ده عايز تسجل فوقيه 500 مره امسح وسجل. فما بقاش في بقى اكتراث بما يتحطوا كلهم على الديسك، فيجرى ايه؟ خلاص بقى عندي تراك هستعمل اللي انا عايزه منه، هكون في بن كده لوحده وخلصنا الحكايه. يعني ما بقاش زي زمان بقى في عندي ماتيريال فيزيكال كده انا لازم اشيله في صناديق او في علب او كده علشان وقت ما اعوز حاجه اجيبها، لا. البركه بقى في الكمبيوتر بقى، خلاص هو يساع كل الحاجات دي من غير ما يبقى في حيز مادي. فما بقاش في اكتراث اولا بكميه الخام اللي يتصور. كان زمان العلبه دي تبقى حاجه يعني الناس تبقى قاعده على اعصابها. دلوقتي
اريحه خلاص زي ما انت عايز. يبقى فاذا كل تيت هنا بقى مقسومه دي، طبعا في ديباجه بتبقى موجوده في كل الشطات اللي هي اسم الفيلم ومين المخرج ومين مدير التصوير والتاريخ وكل حاجه، دي على طول ثابته. دي اضافه، الرول ده اللي هو بكره الفيلم ما حدش بيكتبها عاده. رقم المشهد، رقم اللقطه حسب الديكوباج اللي انا عملته للمشهد، ومره التكرار. وعاده مره التكرار تكتب باللاتيني، يعني اللي زي عارف الساعه كده، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة، خمسة ناقص واحد، خمسة تبقى فيه بس، ستة تبقى فيه واحد، عشرة إكس، يعني مرة التكرار تكتب باللاتيني، ده اصطلاح في الدنيا كلها، ولكن رقم المشهد ورقم اللقطة بالحروف الإيه؟ الأفرنجية، الحقيقة دي حروف العربية بس يعني اصطلحنا على كده. طبعا ده اللي انتم شايفينه في ايدي مش ده كليكيت المستعمل، ده ميني، ده حاجه سوفونير الولد عاملها لي ليا، لكن هم نسخه تلك الاصل، يعني يعني ايه بالظبط؟ طبعا ده مر بتطورات، كان الاول على شكل زي السبوره الصغيره والكتابه كانت بالتباشير. انا حكيت لكم على موقف عادل ادهم تباشير كده اهو، فتخيل بقى ان انا هاجي للكلوز اب قدام الممثل، ها دور طلع 86 2 تاني مره، غبار بتاع التباشير بيخش في وشي بتاع، مسك يا عيني الولد بهدله. طب هو الولد ده طب هيعمل ايه يعني؟ طبعا اعتذر له بعد كده بس اتعصب، ما هو فعلا الممثل قاعد يعني مجهز نفسه لمجرد ما الراجل صاحب ما تكسش، لا حاجات دخلت في عينيه وفي مناخيره وكده. بعد كده يعني بعد التباشير بقى فيه الماركر بقى كده اهو، برضه نمسح ونكتب وهك، يعني المرحله الثالثه والاخيره بقى فيه ديجي بيظبط الكود، التايم كود بتاع الكاميرا مع التايم كود بيبقى تاتش ولا لا 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 هو تاتش برضه، ولازم يعمل الصوت. ايه اهميه الصوت ده؟ يعني ليه؟ عشان نميز ابتدي ابتدى كده، عشان الناس يشتغلوا، عشان واحنا بنمنتج الكادر او الفريم اللي انطبقت فيه الابيض على الابيض والاسود على الاسود، لما نحط تراك الصوره كده ونيجي للفريم اللي فيه الانطباق ده، لما نبص في تراك الصوت ندور على الفريم اللي فيه ويفز عملت كده، لان الخبطه بتعمل ايه ويفز كده، نحط الويفز دي بمحاذاه الكادر اللي فيه الانطباقه، يبقى كل اللي جاي بعد كده ايه؟ سينكرونس. يعني ايه سينكرونس؟ يعني متطابق. طب لو انا بعمل شوت ما فيهوش ديالوج او مش محتاجين، خلاص بيعملوا كده يفتحوا البتاع ده بس كده، يعني خلاص احنا مش محتاجين تطابق الصوت، مجرد نبقى احنا عايزين رقم يورينا ده. طب ما عنديش ده، لا امسك ورقه اي من عندي كده واروح كاتب بالقلم واروح مصور، هتقولوا لي طيب والصوت؟ يا سلام، تلاقيهم جاي قدام الكاميرا وعمل كده، هو محتاج الكادر اللي فيه انطباق عشان يحطها قدام الويفز بتاعت الصوت. ليه؟ ليضمن ان اللي جاي بعد كده سينكرونس او متزامن. دي أهمية هذه المهنة. طبعا هي اسمها كلاكيت ليه؟ طبعا كلاكيت دي كلمة إيه؟ كما يبدو من نطقها
فور كلاكيت بالظبط. كلاكيت هي التاب دانسينج. طب ايه التاب دانسينج؟ الرقص النقري ده اسمه كلاكيت. طب ليه سموا الحاجه دي سموها كلاكيت؟ لانها بتنقر كل شويه فكانها ترقص. ها بالفرنسيه. طب الانجليز هيقولوا ايه؟ ما عندهمش، مش هيقولوا كلاكيت يعني. انتوا عارفين انجلترا وفرنسا يعني يخلوا عمرهم يعني كانوا يسموها كلابر. كلابر جايه من فيرب ايه؟ تو كلاب يعني يصفر. فتبقى دي المصفقه. ليه؟ لانها عماله تسقف كل شويه. فبالانجليزي تبقى كلابر. طب لما وصلنا بقى لمرحله الديجيتال بقى وكده، لا تصفيق ولا نقر ايقاعي ولا اي حاجه، بقوا يسموها سليت بمعنى لوحه يعني. سليت قبل كده كلاك او كلابا. فده التطور كده بتاع التسمية والتطور التاريخي ده اللي بيساعدنا في ترتيب شروط الفيلم الموزعة دي اللي هي معمولة شيء يمين وشمال وشرق وغرب، وإلا نبقى في حيز بايس عشان نعرف نرتب. فهمت؟ بس حتى مع السليت لازم يبقى فيه الصوت بتاع السنكرونايزيشن، لازم يعمل ساوند. لازم دي لازم. طيب برضو من باب العلم بالشيء ولا الجهل به، احيانا في شرطات ما ناخد لهاش كلاكيت في البدايه. فين ستيفاني؟ ستيفاني تفتكر امتى؟ امتى يعني ما ناخدش الكلاكيت في الاول؟ ليه؟ ايه اللي يمنعنا؟ مش عارف. احنا قلنا مفيش كلام. حاجتين احيانا الممثل او الممثله مش عايز حاجه، مش عايز الطقس اللي احنا هنحكيه اللي هو البروتوكول بتاع الشوتينج. هو عايز يوصل للحظه الفعليه تصوره على طول. فنبقى كلنا قاعدين كده لغايه ما هي تهزمني راسك كده. متمسم وصل للمود قبل ما اقول كات يروح داخل بتاع الكلاكيت ولكن مقلوب، ويعملها يقول الرقم كل حاجه بس بالمقلوب. ليه بالمقلوب؟ عشان لما البنت يا عيني مساعده المدير لما تيجي لها شط كده ما قداموش ايه في الاول كلاكيت، فهتحتار تبص في الاخر تلاقي الكلاكيت مقلوب فتفهم ان ده بتاع الشرطة دي. ده وضع. ده وضع. الوضع الثاني ان احيانا وانا بصور البطل بتاعي ماشي كده في طريق العروبه ولا في طريق ارضي في طريق المطار في اي حاجه ماشي كده وبصوره، فايه الطياره جايه؟ هيبقى هو ماشي وفي طياره في الخلفيه جايه. لو استنيت بقى ها كلاكيت وخش وقول وبتاع ده هتكون الطياره خرجت من الكلام وفقدت انا عنصر. ما هي الطياره دي مش تحت امر. فانا اقول تصور بحيث نعمل الشوط. طبعا ممكن يبقى طياره، ممكن يكون قطر، ممكن يكون اي حاجه سبكتكيولر يعني حاجه ليها اثاره بصريه حلوه الحقها لان دي مش تحت امري. وبعدين يخش كلاكيت خلاص فنفهم. المقلوب برضه؟ ها؟ المقلوب لازم المقلوب ده في الاخر يبقى المقلوب. لان لو مفيش كده كده خالص خالص طب ده تبع ايه؟ ده فين؟ فهمتوا بقى ليه احنا نعمل كده كده في الاخر؟